ازاي شايف الفنانين المصريين ممكن يساعدوا الخبراء السياحيين في خدمة السياحة المصرية في الفترة القادمة؟ اكيد اكيد، لو طلعوا عملوا رحلات معانا بالتنسيق مع وزارة السياحة للخليج بالذات، يعني الدول الخليجية، ورحنا وعملنا ندوات، عملنا لقاءات، عملنا حاجات زي كده، اعتقد ان دي هتشجع جامد جدا. في حاجة مهمة تانية احنا لابد ان احنا نشتغل فيها ونركز فيها دلوقتي، العالم كله شغالها دلوقتي وبيجيب منها ملايين من الدولارات، ان كل احنا في مهرجانات على مستوى العالم، مهرجانات سينمائيه، وممكن فنانيننا يساعدونا في ده. المهرجانات السينمائيه ديت الى جانب الافلام السينمائيه اللي موجوده فيها بيبقى فيها حاجه اسمها السوق او لومارشي. السوق ده بيسوق، كل دوله بتسوق نفسها، الاماكن اللي فيها، الاماكن السياحيه، الاماكن اللي ممكن يصوروا فيها اي افلام. احنا النهارده ممكن وزاره الثقافه وكل احنا نعمل توجيهات او اوفرز او حاجه، ونطلق حمله للي عايز يجي يصور في بلدنا، حتى ممكن ما ناخدش رسوم او ناخد رسوم مبسطه، الاجراءات تبقى مبسطه جدا. في ناس كتير جدا انا شفتها، انا حضرت مهرجانات سينمائيه كتير الفتره اللي فاتت، وفي ناس كتير كانت بتتكلم معايا ان هي عايزه تيجي تصور في مصر، يصوروا في الاهرامات، يصوروا في الاثار. دايما يقولوا كان الاسعار والروتين والاجهزه عشان ندخلها. احنا لو عملنا تسويق في جميع مهرجانات السينمائية العالمية، أعتقد إن إحنا نقدر ناخد شريحة كويسة جدا حضرتك من الناس، الأفلام العالمية اللي بتتصور. يعني في أفلام اتصورت عن الهرم في المغرب، أفلام عالمية عملوا مكت للهرم عشان هنا بيطلب أرقام فلكية، أرقام فلكية، مفيش تشجيع للناس تيجي تصور هنا. أنا آسف إن أنا برضو صوتي عالي، بس مش عارف، بس عشان أنا الصوت عالي قوي، ما الناس بيلومونا صوتنا عالي. لا ليه؟ بس مش عارفين إن والله غصب عننا، بس هو يعني عشان الصوت عالي قوي يعني هنا، معلش يعني سامحونا يعني. فده ممكن يكون ليه مردود حلو جدا. النهارده في مدينة صغيرة اسمها ورزة زاد في المغرب، في الصحراء، صحراء كاملة بيشتغل فيها يعني ناس مستطاع في الزراعة في كذا، اتعملت مدينة للتصوير السينمائي العالمي. حضرتك بتجيب 700 مليون دولار في السنة، قرية صغيرة كده في الصحراء في المغرب. احنا النهاردة فرصة ان احنا نسوق مصر، نسوق الاماكن بتاعتنا دي للتصوير، ناس بتتمنى تيجي تصور في اماكن زي مصر، ده حلم بالنسبه لها. واخده بال حضرتك؟ الصين عملت ماكيت، حاجه تقليد كده لابو الهول، واخده بال حضرتك؟ في خلال باين شهر او شهرين زاروا 22 مليون سايح، بتقعد تذاكر، خش شوفوا ابو الهول المضروب، واخده بال حضرتك؟ انا بقصد ان احنا هنا بقى بنخاطب المسؤولين في مصر، المسؤولين على الاثار والمقاصد السياحيه المهمه. نشترك في المهرجانات السينمائيه، احنا مش لازم نشترك بافلام، يعني في دول كتير ما بتشتركش بافلام سينمائيه، بس بتاخد جناح وبتعرض المنتج بتاعها، بنعرض الصحراء بتاعتنا، بنعرض النيل بتاعنا، بنعرض الخضره بتاعتنا، بنعرض البحار بتاعتنا، بنعرض اي اماكن للتصوير. دي ممكن تجيبي منها دخل، في عماله كتير هتشتغل فيها، عماله فنيه يعني، لان هم بيستفيدوا بالعماله الفنيه من هنا، هتبقى معاهم، ممكن ياجروا معدات برضو، جزء من المعدات هنا. انا بقصد ان دي ممكن حاجه سريعه كمان تقدر تجيب دخل لمصر، لان اللي جايين يصوروا فيلم او زي كان قريب مورجان فريمان، مورجان فريمان ما جه يصور واحنا قعدوا يطاردوه وحاجات كده، قصه كده يعني. انا ناس زي دي ممكن ان انا ورفع هاشتاج ذيس از ايجيبت او هذه هي مصر، اجلب ناس كده، كنا بدانا نتنفس ونقول الحمد لله، يعني الدنيا هتنور وهتزدهر. انا بقصد يعني الحاجات دي احنا اذا كنا كده نسهل بقى الاجراءات، نعلن، ممكن اعلان في على وزاره الثقافه تعلن هذا الكلام، يا جماعه او وزاره الاثار تعلن النهارده اللي هيجي يصور عندنا في اماكننا او في اثارنا او في الاقصر او اسوان احنا هنديله 70% خاص. كابتن توفيق بدا اهو، بدا نسمعه لو عايز. اتفضل اتفضل، واخده بال حضرتك؟ يعني بقصد ان احنا في حاجات سريعه نقدر نجيب منها دخل.